السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداة قوية جدا من الأدوات اللي بتعمل ألاين للتكست في قلب الريفت. ممكن يكون عندك نصوص كتيرة جدا، تكست كتيرة، فهو يبدأ إن هو ينظمهم مع بعض، تقول له مثلا خلي فيه محاذاة والمسافة بين كل تكست والتاني مسافة قد كذا، أو بين كل تاج والتاني مسافة قد كذا، فهو أوتوماتيكي بيظبطها لك بشكل جميل جدا. والميزة إن هو مجاني، مش هتدفع اي فلوس خالص. بتعمل سيلكت عليهم كلهم وتقول له مثلا اعمل لي المحاذاه كلهم ناحيه اليمين والمسافه بين كل واحد والتاني مثلا 10 سنتي 15 سنتي زي ما انت عايز، فبيروح مطلع لك اللوحه بشكل جميل جدا زي ما انت شايف. بيقدر يرتبه لك فيرتيكال، يقدر يعمل لك ميرور، يقدر يعمل لك الاينمنت للتاج. في امكانيات حلوه جدا الاداه ديت، هسيب لكم الرابط بتاعها اسفل الفيديو. ولو في اداه شايفينها بتوفر عليكم وقت في الريفت، يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات، ويا ريت تعملوا شير للفيديو.